بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العسكري المجند فارس محمد أبازيل، معي هويتي العسكرية. أخدم في مشفى تشرين العسكري في دمشق، وعمل انشقاقي عن الجيش من الجيش العربي السوري، وذلك بسبب الأعمال القمع التي مارسها القوات الأمن والشبيحة في ذاك المشفى، حيث شاهدتهم وهم يقتلون الجرحى المدنيين بالخناجر ويتم سحب المطلوبين إلى السجون رغم جراحهم. وقد شاهدت مئات الجثث محفوظة في برادات المشفى، وأدعو زملائي العسكريين بالانشقاق من هذا الجيش لحماية شعبنا من عصابات الأمن والشبيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.